بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع مخطط نموذج العمل التجاري هو صفحة بسيطة، لكن يوضع عليها كل اللي هو العمل، كل الأفكار التي نحتاجها لتأسيس عمل. هذه الأفكار أو الفكرة لا نستطيع أن نعبر عنها إلا بالعناصر التسعة اللي أنتم شايفينها أمامكم، وهذا كلام يعني علميا موجود وأثبت كفاءة كبيرة جدا، لأنه مخطط نموذج العمل هو الرؤية الاستراتيجية لأي عمل، لأي فكرة الإنسان منا بده يفكر في أي بزنس بده يشتغل عليه. بنلاحظ القيمة المقترحة جاية في النص تقريبا هنا، وهذا الكلام يعني إنه أي عمل جديد بده يكون، أي نموذج عمل بده يكون موجود، لازم نفكر في القيمة المقترحة. ما هي القيمة التي تميزني عن المنافسين؟ ما هي القيمة التي سأضيفها للعملاء اللي موجودين أمامي؟ ما الذي يجعلني صعب المنافسة حينما أضع قيمة معينة تجعل المنافسين الآخرين يحتاجون مال أو يحتاجون جهد أو يحتاجون سمعة كي يحصلوا هذه القيمة التي أضعها في نموذج العمل الخاص بي؟ لذلك سنبدأ اليوم إن شاء الله بالتعريف في اللي هو عناصر نموذج العمل، وسنبدأ بشرائح العملاء. طبعا الفكرة من البرنامج هنا أنه نضع كل أفكارنا، وهو الذي يقودنا لوضع اللي هي الأفكار الجديدة التي تخطر في بالنا ويقودنا نحو نموذج عمل تجاري رائع. هذا المخطط في البداية سنفكر بكل اللي هي الأجزاء جزء جزء، لكن كل جزء فيه له تفاصيل، وهذه التفاصيل نحن جمعناها من اللي هو الخبراء ومن الجهات الأكاديمية والسوق. طبعا حنبدأ الآن بشرائح العملاء. لا جدوى من أي عمل بدون ما يكون في عندنا زبائن، وهذا الكلام بيتطلب منا إنه إحنا نصنف زبائننا حسب الاحتياج، حسب السلوك، حسب التوزيع الجغرافي، حسب يعني الاهتمامات، حسب الدخل. تمام؟ طبعا فينا ان احنا نعمل اكثر من نموذج عمل، يعني واحنا بنفكر في نفس الفكرة ممكن الفكرة الواحدة يكون لها اكثر من نموذج عمل. لذلك واحنا بنفكر قد نفكر في شرائح العملاء، نخرج بشريحة معينة. هذه الشريحة قد يخرج يعني لدينا رؤية ثانية بشريحة اخرى نستهدفها لكن بقيمة مختلفة. لذلك سيكون بين يعني ونحن نفكر في الفكرة قد ينتج لدينا مجموعة من نماذج العمل. في النهاية يجب أن نقيم نماذج العمل ونختار الأفضل أو ندمج بينهما حتى نستطيع أن نفي بالتزاماتنا تجاه العمل وتجاه الزبائن اللي إحنا بنستهدفهم من العمل. طبعا بنلاحظ إحنا شرائح العملاء يمكن بدأنا فيها في البداية لأنه هي اللي هتحدد للسوق أين أنا أتجه، من أستهدف، كيف أقسم السوق الخاص بي، وهذه كلها يعني لها مفاتيح أخرى أو لها بلوكات أخرى سنتكلم فيها، من ضمنها اللي هي خطوط الاتصال وطرق الوصول للعملاء الموجودين. طبعا خلينا نتكلم إنه الشرائح الأخرى أو البلوكات الأخرى اللي موجودة هنا كلها تتأثر ببعضها البعض. أي تغير في شرائح العملاء يتطلب تغير في قنوات التوزيع، وأي تغير في قنوات التوزيع قد يتطلب تغير في شرائح العملاء، وكلهم يجب أن يصبوا فيما يسمى القيمة المقترحة أو العرض المقدم. وهذا كله إن شاء الله رب العالمين مع اللي هو العصف الذهني ومع التركيز، تمام، سيكون إن شاء الله رب العالمين يعني الأمر واضح ويحتاج يعني إلى نجاح، تمام، ومثابرة حتى ننجح بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا هو الموقع أو هذا هي الخطوة رقم واحد، حددنا اللي هو شرائح العملاء. طبعا المزيج التسويقي اللي بيتكلموا فيه اللي هو جماعة التسويق بيتكلموا انه الزبون او اسف البرودكت والبليس والبروموشن والبرايسنج، هذه هي شغلة مهمة كثير جدا. لكن هنالك اخرين تكلموا انه احتياجات الزبون وتحويل رغباته الى احتياج والتواصل مع الزبون conversation أو عملية الكوميونيكيشن مع الزبون، هذه هي النموذج التسويقي الجديد، إنه الزبون يدفع مقابل خدمات، تمام، ليست يعني مجرد منتج إنما حالة من الشيء الذي يجلب السعادة ويجلب اللي هو المنفعة للزبون
أكبر من مجرد إن أنا أقدم له الخدمة أو المنتج. فبالتالي إحنا ممكن نبدأ بشرائح العملاء ونقسم الشرائح هذه حسب نوعيات مختلفة. فمثلا إذا كانت احتياجاتهم تستدعي عرضا خاصا لكل منهم وتبرره، إذا كان يمكن الوصول إليه من خلال قنوات توزيع مختلفة حسب اللي هو محلي عالمي عبر الإنترنت وما شابه ذلك، وممكن قنوات التوزيع ممكن تكون عبر اللي هو مؤسسات نحن نمتلكها، علاقات، شركاء، ما شابه ذلك، كلها قنوات. كل ما يوصلنا إلى الزبون تمام يعتبر قناة من القنوات. طبعا إحنا وضعنا هنا كل المعلومات التي نقرأها في الكتب، وكذلك اللي هو نضع كل ما نسمعه وما يطرأ من اللي هو التجارب والخبرات. وهذه هي ميزة البرنامج، أنت يكون عندك برنامج تضع فيه كل أفكارك في مكان واحد وتستفيد منه في اللحظة التي تحتاجها، مش الأمور تكون متفرقة. لذلك لو ركزنا في موضوع اللي هو شرائح العملاء، ممكن نتكلم إنه العملاء الذين لديهم استعداد اللي هو أن يعني يتلقوا الخدمة أو يشتروا المنتج الخاص بنا، لأن مستوى دخلهم تمام يساعد في هذا الأمر. طبعا هنالك قطاعات من شرائح العملاء وتعد هذه هي الأشهر تمام كامل السوق، وهذا الكلام يعني قد يكون يعني ليست كل نماذج العمل تستهدف كامل السوق، وهذا الكلام كان قديما موجود، لكن الآن أعتقد أنه محتاجين أن احنا نركز حتى نحقق اللي هو النجاح للوصول إلى نموذج العمل الصحيح. فبالتالي يجب أن تكون هنالك احتياجات مركزة ورغبات مركزة على شريحة معينة حتى نستطيع دراسة اللي هو هؤلاء العملاء، ندرس احتياجاتهم، ندرس متطلبات التي تجعلهم يعني في حالة رضا عن الخدمة أو المنتج اللي موجود، وبالتالي حتى ننجز ما بعد اللي هو البروتوتايب بعد نموذج العمل. الأصل إنه إحنا يكون في عندنا حالة من التوجه نحو النموذج الأولي أو البروتوتايب حتى نشوف كل البيئة كيف تدعم في اللي هو اتجاه قبول المنتج في شكله الأساسي اللي أنا جمعته خلال مرحلة البناء أو الستارت أب. طبعا ممكن يكون عند السوق المخصص، وهذا كلام السوق المخصص هو التوجه الصحيح لأي ستارت اب بده يبدا ينجح او بده يشتغل اي مشروع ناشئ. وبالتالي هنالك يعني نيتش، ممكن نيجي نتكلم ان هنالك فئات معينه من الزبائن نستهدفهم ونركز على خصائصهم المختلفه، سواء خصائصهم الفيزيائيه او البيئيه او الانسانيه او النفسيه. كل ما استطعنا ان نحلل اكثر كل ما استطعنا ان نصل الى تحديد حاله الرضا والحاله التي تجعلهم يشترون، لأنه كما يقول أصحاب التسويق الناس تشتري يعني بحثا عن سعادة أو رغبة في وتحقيق سعادة تمام أو تجنبا لألم. فهذا الكلام يجب أن يكون حاضر في أذهاننا. فبالتالي الذي يريد أن يتفاخر ويفاخر في البرنامج أو المنتج أو الخدمة، أو هو ينتسب اللي هو نادي أو مجتمع الخدمة أو البزنس الموديل أو البزنس الخاص بنا، هذه كلها يعني أسباب يجب أن نراعيها ونبحث عنها. موضوع التجزئة تمام، وهذا كلام مهم كتير جدا، إنه إحنا ممكن السوق المخصص نبدأ نصنف الناس، وهذا اللي بيولد عندنا مجموعة من نماذج العمل المختلفة، قد تكون متقاربة وقد تكون متكاملة وقد تكون مرحلية. فبالتالي ممكن إنه إحنا نقسم اللي هو الزبائن على معايير إضافية غير المعايير التي خصصناهم فيها في البداية. طبعا هنا موضوع التنويع، وهذا مهم كثير جدا ان احنا ننوع، لكن الاخطر في الموضوع انه نتشتت. لذلك دائما الانسان يبدا بالتركيز ثم بعد ذلك يبدا في عمليه التوسع بعد استمزاج قبول الناس للي هو المنتج او الخدمه. طبعا هذا هو التعريف وهذا هو الاطار الموضوعي اللي حيوجهني في التفكير نحو اللي هو شرائح العملاء. لكن بخبرات الأكاديميين، بخبرات التجار، بخبرات المستثمرين، بخبرات الناس مطوري الأعمال، ظهرت مجموعة من الأسئلة. كل إنسان فينا حينما يريد أن يتكلم عن العملاء يجب أن يجيب عن هذه الأسئلة. طبعا هذه الأسئلة تم تجميعها من كتب، تم تجميعها من فيديوهات، تم تجميعها من أكثر من مصدر من الميدان،
تمام. وهذه الأسئلة مشروعة ومهم كثير جدا أن احنا نركز عليها حينما نبدأ في عملية التفكير أو العصف الذهني والتركيز في موضوع البزنس موديل الخاص بنا. فبالتالي لو بدنا نتكلم أنه أنا لما بدي أجي أفكر بدي أسأل السؤال التالي: من هم عملائي؟ المرحلة العمرية، المنطقة، الجنس، الدخل، يعني نبدأ في عملية اللي هو الفرز والتصنيف. طيب ممكن نسأل سؤال ثاني: لمن نصنع الخدمة أو المنتج؟ طبعا الأسئلة هذه كلها مشروعة، ليست إلزامية كلها، لكنها تولد لدينا اللي هو يعني الاتجاه نحو القيمة التي سنضيف في هذا البزنس موديل. ما هي صفات العميل الأمثل؟ ما هي المشكلات التي تعد الأكبر لشريحة العملاء؟ طيب كيف هذه شريحة العملاء بتحل مشاكلها؟ كيف الآن بتأدي وضعها؟ يعني المنافسين تبعينا بيقدموا خدمة للعملاء هذولا، هل هم منسجمين مع هذه الخدمة أو هذا المنتج ولا مش منسجمين؟ هل هم متفاعلين ولا لا؟ فبالتالي كيف بيحلوا النقص اللي عندهم تمام من خلال اللي هو المنافسين الآخرين؟ فهذا كلام يجب أن نركز على عملاء المنافسين الآخرين. هل هنالك أطراف أخرى تتفاعل مع شريحتك؟ في هنالك أحيانا مع الشريحة التي أستهدفها هنالك شريحة تعتمد على عملها، وبالتالي بيكون أنا تأثيري على عمل أو شريحة من العملاء بشكل غير مباشر. مثال هنا موضوع اللي هو الناس اللي بترفع الصور، هي بترفع الصور لمين؟ هي بترفع الصور لناس تشوف الصور. طيب عشان ترفع الصور لابد إن احنا نقدم خدمة لهم، تشجعهم على تقديم خدمة لزبائنهم الآخرين، وبالتالي الذي يشاهد الخدمة هو زبون أو عميل غير مباشر لنا، وهو طرف يعني مكمل للشريحة الخاصة بنا، مما يجعلنا يعني نستفيد من التركيز في القيمة المضافة، بحيث أنه احنا نبشره أو نركز أننا سنخدمك لتخدم زبائنك. وهذا هو البعد المهم كثير جدا، أو العقدة اللي ممكن أن احنا نبني عليها ونراكم عليها. هل تستطيع أن تكون أكثر دقة في تحديد شريحتك؟ هذا السؤال مشروع برضه، يعني أنا تكلمت وتحدثت، ممكن أن أنا أختار بعد ذلك حسب التقسيمات اللي موجودة هنا، يعني عدد كبير جدا من اللي هو الزبائن أو الشرائح الجديدة. كيف يمكن للمشروع أن يلبي حاجات ورغبات هؤلاء العملاء أفضل من المنافسين؟ هذا كلام مهم كثير جدا. وإحنا تكلمنا الآن أنه التسويق أو المزيج التسويقي بركز على أنه يجعل الرغبة حاجة، تمام، ويصبح نمط سلوك حياة لا اللي هو الزبون، إن هو يتعامل مع اللي هو الخدمة أو المنتج الخاص بنا بالشكل اللي كان زمان هو رغبة، تمام، إلا الآن سنجعله هو حاجة. وهذا اللي بيصير معانا، الموبايلات الآن أصبحت حاجة رغم إنها كانت رغبة إنه الواحد فينا يمتلك ويتباهى بها، لكنها الآن أصبحت حاجة ملحة في حياتنا لا نستغني عنها. كيف يمكن للشركة أن تلبي حاجات ورغبات العملاء بشكل يحقق لها الأرباح التي يريد المشروع أن يحقق؟ وهذا كلام مهم كثير جدا، إنه إحنا ما ننسى حالنا في السياق. إحنا عاملين بيزنس موديل من أجل اللي هو الربح، وبالتالي أحيانا قد نقدم حسب نماذج العمل الموجودة قد نقدم شيء بسيط من، لكن هذا الأمر البسيط يجب أن يعني يتبعه أمر يحقق الخسارة أو يحقق الفرصة التي ضيعناها نتيجة اللي هو تقديم خدمة بسيطة. مثال البزنس موديل تبع اللي هو شركة جيليت، هي تفاخر وتباهي بإيد اللي هي شفرة الحلاقة وتقدمها بسعر قد يكون رمزي أو رخيص، لكن البزنس موديل تبعها والربح يتحقق من خلال الشفرات التي تبيعها بشكل يعني بسعر أغلى تعوض فيها الفقد اللي فقدته أو الفرصة التي يعني تنازلت عنها طبعا، لكن لم تتنازل عنها لمدة طويلة، إنما هي كانت لتحقق لها ربح عن طريق اللي هو اتجاه آخر. طبعا أي سؤال آخر بيخطر في بالكم وأنتم تقرؤون بكون ممتاز جدا أن تضعوه هنا، وأنتم بتتكلموا مع الناس ضعوا السؤال هذا. هذه الأسئلة ستخدمنا لاحقا إن شاء الله في عملية التأليف. الملاحظات التمهيدية هذه مهمة كثير جدا بالنسبة لي، وإحنا بنتكلم عن شرائح العملاء. لو أجينا نركز وفكرنا في موضوع التصميم، تصميم المنتج، تصميم الخدمة، تصميم العملية نفسها كيف بدها تكون، حتى أوظفها في تحقيق مثلا الرضا للزبائن. فهذا الكلام كله مهم كثير جدا إنه إحنا نبدأ نفكر في موضوع السعر، موضوع سرعة تأدية الخدمة، وهنالك يعني عناصر كثيرة جدا ممكن إنه إحنا نضيفها هنا. إيش بيخطر في بالنا؟ ممكن نضيف هذه العناصر هنا ونشوف كيف بدنا نحقق الرضا اللي هو الزبائن أو شرائح العملاء. طبعا حديث اليوم كان عن اللي هو البلوك الأول وهو شرائح العملاء.
الحديث يعني ذو شجون، حديث كبير، يعني تخصص علم التسويق يعني في معظمه كله يستهدف اللي هو العملاء وشرائح العملاء. لذلك أي معرفة، أي إضافة جديدة يعني تتحصلون عليها، أتمنى أن يتم إضافتها، كل واحد حسب النسخة من البرنامج التي يمتلكها يضع فيها كل أفكاره التي يريده. طبعا أنا بعد اللي هو عملية الانتهاء من عملية تخزين البيانات الأصلية، يفترض أن أنا أبدأ أفكر في المشروع أو الفكرة الخاصة بي. طبعا هنا ممكن نبدأ بفكرة جديدة ونختار خطة اللي هو نموذج مخطط العمل التجاري، نكتب اسم المشروع، وحينما نبدأ بالتأليف نختار هنا، لمجرد أن أنا أختار شرائح العملاء، كل ما ذكرته الآن هو موجود أمامي. يعني الآن بدي أبدأ أألف، ببدأ أألف في المنطقة هذه، تمام. التأليف هنا يعتمد على القراءات للأسئلة، ممكن أحاول أجاوب على الأسئلة اللي موجودة هنا، كل سؤال أطلع على الملخصات اللي موجودة في هذا الاتجاه، أنظر إلى التفاصيل، أطلع إلى العناصر التي قد تؤثر في عملية اللي هو يعني جلب العملاء وتحقيق يعني مجموعة من الغايات التي أريد أن أحققها لهؤلاء الزبائن. وبالتالي عملية التأليف تكون في هذا المكان. بعد الانتهاء، تمام، قد يكون لدي ملخصات، هذه هي الملخصات مهمة كثير جدا، لأنه أنا بعد ما أنتهي نموذج البزنس أو البزنس موديل الخاص بي هو هذا، بده يكون أمامي، موجود على الحيطة، موجود على لوحة الإعلانات، هو أمامي على طول، لن أضع فيه كل التفاصيل هنا. يعني أنا كل التفاصيل اللي أنا ألفتها هنا هي مجرد العصف الذهني، وحتلزمني في موضوع كتابة الخطة، لأن الخطة ستتبع اللي هي عملية المخطط نموذج العمل التجاري، أما خطة العمل التجاري ستأتي لاحقا، وأنا من هنا يعني أكون قد يعني فرغت كل الأفكار اللي عندي سواء أنا أو فريق العمل الخاص بي. وبالتالي حينما آتي إلى التأليف بشكل كامل، أعتمد بشكل كبير جدا على أنه هذه النقاط هي جوهر ما كتبته هنا، وهذا هو الملخص اللي حيكون هنا، هنضعها مباشرة في هذا المكان، بنجيب ورقة بنسجلها، فبكون في شرائح العملاء هنا، يعني استنفذنا كل ما لدينا من معرفة، تمام، في شرائح العملاء وأجبنا على كل الأسئلة. هنا نحدد شريحة العملاء بجملة واحدة بسيطة جدا، وهكذا نكون قد انتهينا من اللي هي البلوك الأول، ويفترض أن ننتقل إلى البلوك الآخر، سنتابع إن شاء الله في فيديو قادم بإذن الله سبحانه وتعالى.